وزير لا يستطيع فسخ عقد ممكن أن يكون في وزارة معينة، هذا شيء غريب طبعا، لأن هنالك فساد في إجراء العقد أساسا. عاشت إيدك أستاذ سعيد، هذا الصح، هذا الكلام الصحيح. شلون أستاذ عمر، شلون فهم لي هذه النقطة؟ ست عندما أجروا، يعني عندما أجري هذا العقد، عقد الإطعام من الجهة المعينة التي عرج عليها أستاذ سعيد، ألزمت الوزارة بدفع مبالغ مالية هائلة في حال فسخه، لأنها تعلم في حال وجود أي شخص غير الوزير اللي من غير كتلته ممكن إنه يفسخ هذا العقد ويأتي بعقد آخر، ولهذا هي وضعت هذه الملاحظة داخل هذا العقد أو هذا البند داخل هذا العقد، مما يعني أجبر الوزير مثل ما قلت لجنابك إنه يقبل به مع إجراء قليل من التعديلات عليه، ممكن نوعية الإطعام، ممكن نوعية المواد اللي تدخل به وغيرها. هذه مشكلة كبيرة يجب أن تعالج خلال المرحلة المقبلة من قبل وزارة العدل، أن يقف عليها رئيس الوزراء بصورة يعني تامة على هذا الموضوع، لأن الوزير قال أنه جبت العقد ووديت الرئيس وزراء، يجب أن يكون هنالك يعني وضع حد لعقد الإطعام، لأن فيه فساد كبير جداً.